السلام عليكم. اليوم راح نتكلم على مدينة سيدي عبد الله، هذه الجديدة القديمة التي أصبحت الآن عندها تقريب 10 أو 12 سنة من اللي انطلقت أول سكنات فيها. وهذه المدينة يعني زرتها العام اللي فات، هذه مدة 18 شهر من اللي زرتها، عام ونص، والآن نعود إليها ونشوف هل هناك فيه جديد أم لا. هنا نلاحظ أن هذا الطريق اللي رانا فيه تم ازدواجيته، كانت نهار رحنا لعادي 18 شهر كانت الأشغال فيه، والآن نلاحظ بلي الطريق تقريبا مكتمل وجميل، يعني فيها أشجار، فيها غرسة أشجار من الجهة اليسرى، أشجار حتى ولو كانها صغيرة لكن هي أشجار في الحقيقة كبيرة شوية وتقدر تكمل النمو تاعها. إذا هنا لاحظ التغيير من ناحية المدخل، وكذلك سوف ندخل في المدينة ونشوف ما هو الجديد، ما هو الجديد في هذه المدينة. هنا نضرب دورة كاملة على الرون بوان هذا ونشوف ان العمارة هذيك تاع الكومبوس تاع المجمع الجامعي، القطب الجامعي تاع سيدي عبد الله، العمارة هذيك تقريبا اكتملت وتم صباغتها باللون الابيض. جينا من الاول كانت كلها اسمنت، الان راهي خذات لون ابيض. ونخليكم هنا تشوفوا مع الصور، وسوف اتدخل كل ما اقتضى الامر، سوف اتدخل لابداء الملاحظات حول التهيئه العمرانيه، خاصه مع قضيه التهيئه العمرانيه هنا في المدينه. الفيديو هذا راح يكون مطول، في حوالي 25 دقيقة، باش نشوف كل الأجزاء نتاع المدينة، يعني أغلبها. الشيء الإيجابي يعني في هذه المدينة هو اتساعها، يعني العمارات مش مكتظة، يعني في فضاءات في المستقبل تكون فيها مرافق، يعني ممكن الإنسان يقدر يدخل فيها مرافق، الفضاءات هذه مرافق جوارية يعني تاع. الآن رانا مقابلين الشمس، يعني الصور شوية غير واضحة، لكن دوك نغيروا المسار باش نشوفوا بأكثر وضوح. هنا العمارات يعني هذه الصغيرة هذه جيدة وملائمة للنمط السكني. نشوف باللي يعني مقارنة بالمرة الأخيرة اللي مريت هنا، نشوف باللي فيه سكان، حياة بدأت تدب في المدينة.
وأرجو منكم أحبائي المشاهدين متابعة الفيديو إلى الآخر، يعني باش الإنسان يستفاد وكي ياخذ يعني فكرة على المدينة ياخذ فكرة حقيقية، ما يشوفش شوية من بعد، لأن فيه مفاجآت يعني في أثناء هذا الفيديو، يعني كاين أمور أخرى راح نتكلم عليها. والمهم هي الإنسان باش نستفاد، يعني باش نستفاد في المشاريع المستقبلية، وكذلك باش نوعي السكان. هنا نلاحظ، شوف هنا نلاحظ هادو المحلات التجارية، هذه غلطة كبيرة، غلطة كبيرة تاع المصممين تاع المدينة. المفروض ليطاج، هذا ليطاج تاع لو ريتشوسي يديروه المحلات، يكون ليطاج لا هوتور دو ليطاج تكون على الاقل 3 مترات او 3 مترات ونص، ما يديروش لا هوتور ديطاج نتاع 280 نتاع سكن. المفروض لي لوكو هذو نتاع الريتشوسي يكونوا عاليين شويه ويكونوا مرفودين على الارض باش ما تكونش فيها فيضانات ولا يدخل فيهم الماء، يكونوا مرفودين شويه على الارض بدرجه زوج درجات، ويكونوا عاليين شويه 3 امتار 53، وتكون عندهم عندهم اينومبريير حاجه مخدومه باش دير لهم الظل، باش ما يبقاوش بعد مره اخرى كل واحد يزيد، واحد يزيد يدير لي زيكستونسيون على برا. المهم لازم يكون ان فري بولفار كما هنا، يكون فيها ان بولفار ويكونوا لي ماغازان كبار باش يستوعبوا المشاة ويستوعبوا الزبائن وكذا، لكن للاسف ما كانش. حتى الارصفه ما كانش غائبه، هنا نشوف اربع ارويقه نتاع طرق والارصفه ما كانش ارصفه وين يمشوا الناس. الارصيف كان عم مع هذوك الحوانت في لوكو ورصيف صغير، وهذا الغلط في التصميم هذا ممكن يعني تداركه في المستقبل، ممكن الانسان يقدر يزيد ارصفه هنايا، ينقص من خاصه الرصيف اللي المجاور للمحلات. وكاين كذلك في لي رون بوان هادو، في المحولات هادو لي بوان كروازمون، يقدروا في المستقبل يكون فيها مشاركة للمبدعين الفنانين، لي سكولتور، لي كونسيبتور تاع لي بيزاجيست كذا، يقدروا او نيفو دي رون بوان يديروا دي ستاتيو دي ستال، يديروا دي شوز ديكوراتيف، ممكن يزيدوهم يضيف إضافة للمدينة. يعني كان شيء إيجابي آخر هو أنه العمارات رغم أنها عالية نوعا ما، لكن يعني لافينيسيون من ناحيه لافينيسيون مخدومين مليح مفينيين مليح. وهذا النوع نتاع البناء هو مخدومين بالنوع نتاع لو تونال، بناء تاع لو تونال، كوفراج نتاع تونال، وهذاك الكوفراج تاع تونال يعطينا مقاومه للزلازل جيده جدا. وللتذكير مهم جدا كذلك، كل هذه العمارات فيها مصاعد ليزاسونسور، عمارات كلها 100% فيها ليزاسونسور لمن يهمهم الامر. كان كثير من الناس يقول لك العماره ما العماره، هذو كلهم فيهم ليزاسونسور وفيهم المصاعد. نشوف يعني حاجة مليحة
اللي ما شفتهاش في المرة الأولى، وأنه الحياة يعني كاين حياة، كاين غاشي، يعني الناس فيها سكان، راهي تتحرك، ما تبانش ان فيل فونتوم كما كانت من قبل. وهنا نشوفوا ثانوية ومتوسطة، اترككم مع الفيديو والسلام عليكم، وما تروحوش بعيد، كملوا الفيديو للنهاية. إذن والسلام عليكم.